اول صوره مع بعض عشان المفروض ان هي تظهر دلوقتي على الشاشه وهنتكلم عنها على طول. ظاهره قدامك ولا مش ظاهره؟ النادي الاهلي طبعا هو الحدث بفوزه امبارح على المريخ السوداني. طبعا دي المباراه كانت مؤجله من الجوله الاولى في دوري الابطال دور المجموعات. النادي الاهلي قدر ان هو يكسب 3-2. صحيح الفوز كان صعب لكن كان فوز مهم جدا جدا، وصل للنقطه 4 ووصل للمركز الثاني في المجموعه بعد صن داونز المتصدر بسبع نقاط. فوز النادي الاهلي امبارح هو اللي دخله تاني في حسبه التاهل، لو كان لا قدر الله تعادل او خسر كان بقى موقفه صعب جدا. فان شاء الله يكمل النادي الاهلي على اللي عمله امبارح، ورغم ان الفوز كان صعب ودخل فيه هدفين، جمهور النادي الاهلي زعلان من حكايه ان يدخل في مرمى فريقه هدفين، لكن في النهايه الفوز تحقق وهو ده اللي كان مهم. هل يعني الناس عندها حق ان هي تتكلم عن انه في اجهاد اللعيبه، النادي النادي الاهلي بيلعب مباريات كتير فربما ده مأثر على التركيز، ولا هو بصراحه كده يعني في مشكله فيما يخص انهاء الهجمه؟ لا طبعا في مشاكل عند النادي الاهلي، يمكن بعض اللعيبه مجهدين اللي هم اللاعبين الدوليين زي عمرو السولية او حمدي فتحي، لكن موسيماني بيعمل عمليه تدوير والنادي الاهلي عنده سكواد او تشكيله كبيره، عنده لعيبه، ما نقدرش نقول ان النادي الاهلي واقف بس على اللاعبين الدوليين بصراحه. وموسيماني بيقدر يعمل مساله التدوير بشكل كويس، لكن في علامات استفهام على بعض اللعيبه. احنا شايفين علي معلول رغم ان هو نجم كبير وما ننساش ان هو عامل مواسم مع النادي الاهلي من 2016 هايله، لكن في الفتره الاخيره طبعا في تراجع في مستواه، في المستوى طبعا. مش علي معلول بس، يعني بعض اللعيبه الاخرين زي مثلا رامي ربيعه، زي محمد مجدي قفشه اللي مش قادر يستعيد مستواه من ساعه ما استبعد من منتخب مصر. بس اعتقد امبارح يعني ابتدينا نشوف ملامح قفشه اللي تعودنا عليها، الباصات او الثروهات اللي هي اللي بتبقى حاسمه، اعتقد ساهم في الهدف الاخير او هدف الفوز النادي الاهلي امبارح لما عمل الثرو اللي اخترقت الدفاع وخدها عمرو السولية واحرز بيها هدف. يعني هو ده الطبيعي، هو ده اللي احنا متعودين عليه، ان قفشه يعمل كده، لكن احنا متعودين منه على انه يبقى افضل من كده، لان مستواه فعلا وامكانياته اعلى من اللي ظهر بيه امبارح. يمكن هو اللي خلانا نحس بيه امبارح انه موسيماني ابتدى بطريقه 4-2-3-1 اللي فيها صانع الالعاب ليه دور رئيسي. هو من بدايه الموسم بيلعب 3-4-3، فبيتظلم شويه قفشه في المساله دي او في الخطه دي لانه بيلعب جناح. امبارح لعب في مكانه الطبيعي فعشان كده حسينا بيه، لكن قفشه عنده افضل من كده بكتير. فلا شك ان في بعض اللاعبين عليهم مراجعه نفسهم خصوصا في الدفاع، زي ما بقول لحضرتك رامي ربيعه وعلي معلول بالتحديد. يمكن محمد عبد المنعم بيقدم مستويات كويسة لكن برضو عنده بعض من قلة التركيز في بعض الكرات، لكن الحقيقة هو أفضلهم في المستوى كمستوى ثابت. قبل ما نخش على الصورة اللي جاية، المباراتين القادمين للنادي الأهلي، واحدة على المستوى الأفريقي واحدة على المستوى المحلي، نبذة سريعة. طبعا النادي الأهلي عنده مباراة بيراميدز بعد بكرة، وبيراميدز متصدر الدوري بيلعب مع النادي الأهلي لعبة الكراسي الموسيقية من بداية الموسم. عندهم طموح كبير السنة دي ان هم يحققوا لقب مع مدرب كبير زي الكابتن إيهاب جلال، فالمباراة دي لا شك ان هي هيكون ليها تأثير على بقية مشوار الفريقين في الدوري. اللي هيفوز بيها هياخد دفعة كبيرة وهياخد 3 نقط مهمين قوي من المنافس، يعني مباراة ب6 نقاط. تمام، ودي مباراة جاية في ظروف صعبة سواء لبيراميدز او للنادي الاهلي. يعني بيراميدز لاعب مع المقاولين ولاعب مع الصفاقسي التونسي في الكونفدراليه، وبعدين هيلعب مع النادي الاهلي بعد بكره. النادي الاهلي برضه لاعب مباريات محليه، وبعدين لعب مع المريخ، يعني لعب مع فاركو وبعدين مع المريخ، وهيلعب مع بيراميدز ويسافر مباشره لجنوب افريقيا، سفر تزاحم مباريات، سفر يعني 8 ساعات من القاهره لجوهانسبرغ، ويلعب يوم السبت اللي جاي مع صن داونز، منافس تقيل قوي. فالمباريات مع منافسين اقوياء، وطبعا بيراميدز هيسافر يلعب مع الصفاقسي التونسي هو كمان في الجوله 4 من الكونفدراليه، فالوضع بالنسبه للفريقين صعب الحقيقه. بس هو يعني سواء الاهلي او بيراميدز فهي يعني امر واقع لابد بقى التعامل معاه، حتى لو ان كانت المباريات فيها عمليه تزاحم او تقارب من بعض، بس اعتقد الاثنين قادرين ان هم يعدوا ان شاء الله المرحله اللي جايه بافضل النتائج. يعني ان شاء الله طبعا بيراميدز انا بقول ان هو مستريح شويه لان وضعه، هو متصدر مجموعته في الكونفدراليه، ولذلك الكابتن ايهاب جلال قادر ان هو يعمل عمليه التدوير بالزبط. ويريح اللعيبه لمباراه الاهلي. النادي الاهلي شويه مضغوط في افريقيا، وهو اللي عمل في نفسه كده طبعا لما خسر على ملعبه من صن داونز، مفيش كلام بالزبط. فده مخليه مضغوط شويه وداخل على مباراه بيراميدز وهو يعني ظروفه اصعب شويه. طيب.